المقام هذا اللي نالي وانا مش بحاجه سهله. الانسان صبر ونال على الدنيا وربي اعطاه وخالد الشيخ رضي الله تعالى عنه ونال هذا المقام. المقام هذا نتاع سيدي الحاج علي والشيخ كان يعظمه ياسر وكان يقدره ياسر. هذا بينا نطلب الله سبحانه عز وجل للمسلمين كافه نطلبوا هذا البلد اللي هذا اليوم شهيد المدينه اللي ضحت عليها ونحب ربي باش ان شاء الله ينجيها ويحفظها من كيد الكائدين ومن ظلم الظالمين. جهنم اللي راني نسميها سفينه سيدنا نوح انا نكون فيها كاع الى غرقت نغرقوا كاع والى ان جاتنا ان شاء الله نجدها من النجاه. نطلبوا للرئيس نتاعنا ثاني يقولوا ربي شافيه وعافيه يعطي له بطانه صالحه باش يحفظ هذه البلاد في امان وحفظ جهنم الكريم. ونطلبوا للجيش نتاعنا اللي راح حارس الحدود راه ما يحسش هو حارس الحدود كما راه حارس الحدود ربي يحرسهم ان شاء الله ربي يعجلهم ان شاء الله يعطيهم قوه ويعطيهم ان شاء الله صحه الابدان باش ان شاء الله يقوموا مقامهم ويحرسوا بلادهم من ظلم الظالمين وكيد الكائدين بجهنم الكريم. ورانا في هذا المقام نطلب الله سبحانه عز وجل وربي سبحانه عز وجل قال ادعوني استجب لكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم ادعوني خوفا وطمعا. احنا نعود من الدعاة هو يعجل ان شاء الله مجيب ولكن الدعاء تعود فيه النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نطلبوا الله سبحانه في هذه الامسية ورانا كنا في مسجد من مشاجر الله وبيوت بيوت الله وذكرنا فيها الوظيفة وان شاء الله ندعو فيها الله سبحانه عز وجل باش ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم من هذه البلوات. كل مريض الله يشافيه كل مدين الله يسلك دينه كل محمود الله يرفع عليه الهم والغم في جهنم الكريم. والله يطهر قلوبنا من الدنس والفساد ولا يخزينا يوم الميعاد ويعجلنا ان شاء الله المحبين في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجلنا ان شاء الله امنين مطمئنين من جميع البلوات في جهنم الكريم. ونطلب الله سبحانه عز وجل ان شاء الله ييسر امورنا واموركم وامور الجزائر كلها وامور المسلمين في جهنم الكريم. وما نحسد حتى واحد حنا ندعو رب العالمين هو اللي يجيب ومجيب في جهنم الكريم. وبارك الله فيكم واحسنتم. ونطلب ربي ثاني لهذا الاعلاميين ثاني نقول لهم جزاكم الله عنا خير ما دامكم تتبعوا فينا وانتم تدفعوا في هذا الشيء. ربي ان شاء الله يحفظكم في جهنم الكريم ويجزيكم جزاء الخير. يا ربي تقبل منا انك انت السميع العليم. ببركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد يا سبحان